اليوم اسلت كل بخير. انت عم تشوفوا هذا الفيديو، فيديو اليوم راح نشوف فيه اكثر الاشياء المؤلمه اللي بتصير في حياتنا. خلونا قبل نبدا حطوا كثير لايكات للفيديو، والله اللايك ما راح تكلفكم شيء، بس اضغطوا عليه ما راح يكلفكم شيء، وكذلك اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه. لا تنسوا ايضا تكتبوا كثير تعليقات مشان احدد الفيديو الجاي. لا تنسوا ليتس جو. بتكون مجروح بكيسك فيها احد، اوه ماي جاد، فعلا بتكون مؤلمه كثير. شوفوا معي مين هذا الغبي اللي عمل له هيك، والله كثير بتألم، اوه والله كثير بتألم يا الله. اوكي خلينا نشوف هذا، اوه ماي جاد شو عم يعملوا له، حطوا له شمع على وجهه، اسنانه وفمه، اوه ماي جاد شكله بده يزيل حتى اسنانه، ما بده يزيل فقط الشعر، اوه ماي جاد فعلا مجنون هذا، والله مجنون. اوه كذلك اللي عم يزل له الشمع مجنون اكثر منه. اي اوه ماي جاد يا الله، مين صارت معه هذه؟ اوه والله صارت معي من قبل، فعلا بتألم بتألم كثير، اوه والله بتألم كثير، فعلا الفيديو كله الام، هذه الالام راح تكون صارت معكم. خبروني بالتعليقات اي الم صار معكم، ضروري تخبروني بالتعليقات، لا تنسوا. هذه عم تعمل رياضه، خلينا نشوف. اوه ماي جاد يا الله، والله راح تألمها كثير، والله الفيديو كله برعايه الالم. ضروري تخبروني هل صارت معكم هذه الاشياء من قبل، خبروني في التعليقات، خلينا ندردش مع بعضنا. فعلا هذه الاشياء بتألم. اوه هذه ايضا، مين سبق له ما ضرب راسه مع شيء، يعني ضروري فينا نكون ضاربين راسنا مع اي شيء، فعلا بتألم ايضا. يا الله الولد المسكين راح تكون عنده هون منفوخه كثير بسبب هذه الضربه صراحه. اوكي شوف هذا، هذه عاملة هذا شو يعني اللي بيعمل في الأسنان، أوكي مطاطي. أوه شو عملت بأسنانها، أوه ماي جاد شوفوا معي، فعلا راح تكون لتتها كتير بتألمها الآن، والله فعلا بيألم كتير. وهذا عم تعمل له، أوه ماي جاد عم تزيل له شعره بالشمع، أوه ماي جاد حركته بتضحك، بس هادو اغبياء، هادو يعني لازم يعني يزيلوا بال فهمتوني، اللي بتزيل الشعر مو الشمع، والله راح هادي راح تروح لو المسكين بسبب هذه الشمع، فعلا الشعر بيكون هادي صحيح، يعني عامله آلة الحلاقة افضل، يعني اما تعمل الشمع في هيك في صلعة او هيك شيء مستحيل، فعلا يعني بتألمي كثير. اوكي بنشوف هذا شو عم يعمل، اوه يا الله انا والله بتعصب مكانه، بس هو شكله ما تعصب، شكله يعني ما عنده مشكله يروح له الاكل. اوه شوفوا شو عم يعملوا هادو، مين هذا الغبي اللي عم يعمل في هذه الاشياء الحلوه، اوه كيكه عم يعمل لها هيك، شوكولاته والله اشتهيتها، حرام عليك اعطيني اياها ما تعذبها هيك. اوكي شوفوا كيف عم يعمل لها، اوه اوه الدونات ايضا بتشهي، اوه ماي جاد فعلا بيشهوا كثير. والله حرام عليكم تعملوا في هذه الاشياء مثل هيك صراحه. اوه شوفوا مع الاكل حاطينه في الازبال، او ماي جاد يا الله صراحه حرام، والله حرام هذه الاشياء، كان ممكن يعطوها للملاجئ او هيك شيء، وما بيعملوا في هذه الاشياء صراحه، يعني هذا الشيء حرام وعيب والله العظيم. اوه هذه مجنونه، والله مجنونه، والله شوفوا كيف عم تعمل، فيديو عم يضحك شوي، يعني هذو اغبياء والله اغبياء. شو كانت بتعمل، كانت عامله هيك، كان بدي اجربها، بس الكرسي يعني اوكي مستحيل لانه المكتب تبعي نازل كثير. والله غبيه هذه، غبيه كثير صراحه، ناس اغبياء يعني مشان هيك عم يوقعوا في هذه الاشياء. اوه شوفوا معي هذه، اوه حاطه يعني جواربها في الماء، فعلا مقزز هذا الشيء، اوه
من اكثر الاشياء، والله من اكثر الاشياء اللي بتزعج، والله انا بتزعجني كثير لما بتصير معي، هي لما الملعقة بتوقع لك في اشياء سائلة مثل هيك. والله دائما بتوقع معي بتنرفز لانه لازمك تخشي ايدك وتجبدها. والله بتزعج كثير. شوفوا هذا حاطه الكاتشب في مكان البطاطس، والبطاطس في مكان الكاتشب، فعلا عم يضيع الكاتشب، حرام عليك والله حرام. اوكي بنشوف الصوره اللي بعده. شو هاد؟ اوكي ما عرفت الصراحه اللي كان قبل، وهذا ايضا ما عرفته، ما شكله بيضحك. شو هاد ايضا؟ مين هذا الغبي اللي اكل مزيل العرق؟ هذا مزيل العرق، شوفوا معي، ما بعرف الغبي اللي اكله، هذا شكله عضه، يعني شخص عض المزيل العرق، فعلا غبي، والله غبي هذا اللي عمل هيك. هذه بطيخ، مين بياكل البطيخ من الجهه الاخرى؟ قزز هذا الشيء، والله قززني. غبي، والله غبي هذا اللي عمل هذه الاشياء، فعلا في اشياء بتضحك، والله بتضحك كثير لانه اصحابها اغبياء اللي عملوها فعلا. هذه، ماي جاد، هذه صارت معي، والله كثير 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 بتألم هذه الحركه، مين وقعت معه ضروري تخبروني بالتعليقات اللي صارت معه هذه الشيء، يعني بيمشي فوق شو بيسموه، الشاحن او هيك شيء، ضروري تخبروني بالتعليقات هل صارت معكم. وهذا ايضا ذكرتني بشيء ثاني، مثل لما بنضرب بصبعنا الصغير في رجلينا مع شيء طاوله او هيك مكتب او هيك شيء، كثير كثير بتألمنا صراحه، والله بتألم كثير. هذه اللي قلت لكم عليها، والله اللي قلت لكم عليها هي هذه، يعني لما بتضرب صبعك الصغير مع طاوله والله كثير بتألم، انا بصير ارقص من الالم. هذه تبع الإبرة، والله ما بتدخل لك الإبرة في الخيط حتى تعملها في فمك مثل هيك. مين صارت معه؟ أنا بتصير معي هذه، والله بيحكوا معاناتنا صراحة، والله هذه الأشياء فعلا معاناتنا. هذا شو؟ قهوة. وقعت البسكوي في القهوة، فعلا مقززة. أوكي هذه، هذه عندها، هذه عندها، نعم بتصير معنا هذه أيضا، عندها شو بيسموه هذا اللي بيكون في الأظافر، صراحة أنا ما عندي الحمد لله، ما عندي، بس اللي بيكون عنده بيصير معه هيك لما بيكون بده يزيله صراحة. بس هو كتير مؤلم، فعلا بيألم كتير. شوفوا هذه ضربتها، ماي جاد، هذه يعني لاعبين لعبة وهي مغمضة عينيها، ما شافتها المسكينة، خبطت لراسها. ضربتها على راسها، فعلا المسكينة راح تكون الآن موجوعة في رأسها، والله ضربة قوية جدا. هذه لما بتكون بدك تحط الأكل وبتوقع لك، ماي جاد، فعلا أيضا بتعصب كتير هذه الحركة. شوفوا معي المسكين وقعت له، مين صارت معه أيضا خبروني. وهذه، هذه تبع الشاي والقهوة، والله كتير بتنرفز لما بتصير معي هذه، والله العظيم. عم ياكل البطيخ بهذه الطريقة، شوفوا ايده كيف صارت، والله العظيم كتير. هذا الاكل انا ما بحب اكل البطيخ هيك صراحة، لانه بعرف رح يصير معنا هيك، فعلا هذه الحركة بتخليك يخرج منه ماء، لانه هو فيه كتير ماء صراحة، ما بحب انا اكل البطيخ هيك، باكله بالمقطعة اطراف وبعمله في الصحن وباكله بالشوكة، هذه طريقتي في البطيخ، لانه بعرف حالي اذا اكلته بهذه الطريقة رح اعمر ماء. مثل هذا الغبي. مو غبي بس يعني اوكي، كان لازم يعمل يقطعوا اطراف. هذه شو؟ هذه لما بيكون بدك يعني تنزل تعمل شيء في حذائك او هيك شيء، بيوقع لك النظارات، بيوقع لك هاتفك، بيوقع لك مفاتيحك، بيوقع لك كل الاشياء اللي ما بتخطر على بالك صراحة. وبنكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تخبروني بالتعليقات عن اكثر الاشياء المؤلمة اللي صارت معاكم، راح اقرأ تعليقاتكم، لا تنسوا تخبروني بالتعليقات، وايضا كتبوا كتير تعليقات حلوة عشان احطها في الفيديو الجاي، لا تنسوا، اوكي، وحطوا كتير لايك هذا الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل الفيديوهات الجاية، خلونا نوصل للمليون قبل شهر رمضان، الله يسعد كل واحد اشترك، اوكي لا تنسوا الاشتراك، باي.